كرة ملعوبة لصالح المنتخب البوركينابي، خطيرة جدا، خطيرة، أخطر محاولة والحارس اختبار عسير للحارس خروبي، والهدف الأول لصالح العناصر البوركينابية. طبيعة الحال هدف كيجي في هذه اللحظات، ما كناش كنتوقعوا هذا الهدف، رغم انه حتى الحكم المساند او المساعد فكان متردد في اشهار الرايه. غنتابعوا بالاعاده، نشاهدوا فرض اللقطه بالذات، دخول داخل منطقه العمليات، انهيار تام للدفاع المنتخب الوطني، كانت فرصة خطيرة وخطيرة جدا، لأن الدفاع كان مشتت كيف ما كنشاهدوا في هذه الصورة هذه، فكان اللاعب وجه لوجه أمام الحارس، علي الخروبي كان دخل في الولا الأولى، غير أن التدخل